اما نيجي للبارتيكولار فيتشر هنراجع الكلام اللي احنا سابق، الهيد ارتكوليت مع الجلونويد كافيتي تعمل الشولدر جوينت، ودي بول اند سوكت. الاناتوميكال نيك الكبسول بتاع الشولدر جوينت الانتيرور انتيرورلي ماسك الكبسول على الاناتوميكال نيك، سوبيرورلي ماسك الكبسول على الاناتوميكال نيك، بوستيرورلي ماسك الكبسول على اناتوميكال نيك، لكن انفيرورلي الكبسول بيوصل لحد السيرجيكال ايه نيك. ليسر توبركل تمسك فيها ماسل انسيرشن بتاع السب سكابولاريز، جريتر توبركل في ثلاثه ماسل سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس، ومن ادي انفرا سباينيتس ومن ورا هنا في التيريز ايه مينور. الانتر توبركولار جروف هنا في لونج هيد بتاعت البايسبس، وكان في ليجامنت صغيره كده بتحافظ عليه اسمها ترانسفيرز هيومورال ايه ليجامنت. هنا غير اللونج هيد بتاعت البايسبس في ميديال ليب تمسك فيها تيريز ميجور، لاترال ليب بتمسك فيها البكتوراليز ميجور، والفلور بتمسك فيه اللاتيسماس دورزاي. يبقى تيريز ميجور بكتوراليز ميجور واللاتيسماس ايه دورزاي. سيرجيكال نيك بيعدي عليها انتيرو سيركمفليكس هيومرال ارتري، وعلى البوستيرو سيرفيس في البوستيرو سيركمفليكس هيومرال ارتري مع نيرف اسمه سيركمفليكس ايه نيرف. لما نيجي هنا الشافت هيبقى طبعا عرفنا انترو ميديال وانترو لاترال سيرفيس، ومن ورا البوستيرو سيرفيس. ابص الاقي هنا في تيوبروزيتي هنا ده اسمه ديلتويد تيوبروزيتي، تمسك فيها انسيرشن بتاعت الديلتويد ايه ماسل. بقيه الانترو ميديال والانترو لاترال سيرفيس في ماسل هنا اسمها براكياليز ماسل. على الميديال بوردر في نص الميديال بوردر في الانسيرشن بتاع ماسل صغيره اسمها كوراكو براكياليز ماسل. اما نيجي للدورسال سيرفيس بتاع الشافت كده ابص الاقي السبايرال جروف، وزي ما احنا عارفين السبايرال جروف قلنا قبل كده بيمشي في نيرف اسمه راديال نيرف وبروفاندا براكياي ارت. فوق الراديال نيرف في لاترال هيد اوف ذا ترايسبس، تحت الراديال نيرف في الميديال هيد اوف ذا ترايسبس. يبقى دي لاترال هيد اوف ذا ترايسبس، وهنا الميديال هيد اوف ذا ترايسبس. اما نيجي لللور ان او التروكليا ارتكوليت مع تروكليا نوتش اوف ذا النا تو فورم تو شير ان ذا فورميشن اوف ذا البو جوينت. كابيتولام ارتكوليت مع السوبيرو سيرفيس اوف ذا هيد اوف ذا ريديوس تو شير ان ذا فورميشن اوف ذا البو جوينت. نيجي بعد كده في ثلاثه فصاي، كورونويد فصه وراديال فصه والكرون فصه، كل دول انترا كابسولار. يعني التروكليا والكابيتولام والثلاثه فصاي جوه الكبسول بتاع الايه الالبو جوينت. امال ايه اللي بره الكبسول بتاع الالبو جوينت؟ الميديال ايبوكوندايل واللاترال ايبوكوندايل. الميديال ايبوكوندايل ماسك فيها ايه؟ قال لك الميديال ايبوكوندايل من الفرونت فيها الكومن فليكسور اوريجن، الماسلز بتوع الفليكسورز اوف ذا فور ارم كلهم ماسكين هنا كومن فليكسور اوريجن. على الباك هنا هو بتاع الميديال ايبوكوندايل في الالنار نيرف، وبعدين الفرونت اوف ذا لاترال ايبوكوندايل في الكومن اكستنسور اوريجن. يبقى هنا في كومن اكستنسور اوريجن، وعلى الباك في ماسل اللي اسمها الانكونياس ايه ماسل. بنقول تاني على الميديال ايبوكوندايل في الفرونت كومن فليكسور اوريجن، طبعا في اديشنال هيد يعني فوق الكومن فليكسور اوريجن في اديشنال هيد للبرونيتور تيريز ايه ماسل. يبقى هنا في اتاشمنت برضو برونيتور تيريز ماسل. على الباك في الالنر نيرف، لكن هنا كومن اكستنسور اوريجن، وعلى الباك في ايه الانكونيس. الميديال بوردر في الوسط ابص الاقي هنا هو في وسط الميديال سوري في وسط الميديال بوردر الاقي في الانسرشن بتاع الكوراكو براكياليز ايه ماسل. هنا الميديال سوبرا كوندايلر ريدج لاترال سوبرا كوندايلر ريدج دولت بتمسك فيهم ميديال انتر ماسكولار سيبتم ولاترال انتر ماسكولار سيبتم، بس الابر بارت اوف ذا لاترال سوبرا كوندايلر ريدج بتمسك فيها البراكيو رادياليس ماسل، واللور بارت بتمسك فيها ماسل تانية اسمها اكستنسور كارباي رادياليس لونجس. يبقى سب سكابولاريس سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس تيريز مينور، بعدين تيريز ميجور بكتوراليز ميجور لاتيسماس دورزاي كوراكو براكياليز ديلتويد براكياليز
lateral head of the triceps, medial head of the triceps, common flexor origin, common extensor origin, pronator teres, anconius, ulnar nerve, وهنا بيعدي radial nerve, وهنا بيعدي circumflex او axillary nerve. تروكليا كابيتولا والثلاثة فصاي انترا كابسولار، ميديال ابيكوندايل لاترال ابيكوندايل اكسترا كابسولار، كبسول اوف ذا شولدر جوينت ماسك في الانتيريور سيرفيس اوف ذا اناتوميكال نيك، وفي الابر في الابر بارت اوف ذا اناتوميكال نيك برضو، سوبيرو اللي ماسك في الاناتوميكال نيك، وبوستيرو ماسك في الاناتوميكال نيك، وانفيرولي واصل لحد السيرجيكال نيك.